بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن من أكتر المشروعات اللي ممكن الإنسان يشتغل عليها ويحقق منها دخل سواء كتير أو قليل، وده بيتوقف على قدر المبذول، القدر الجهد والوقت اللي أنت بتعطيه لهذا المشروع. هو مشروع الأفلييت أو البيع بالعمولة. النهاردة معانا موقع، وهو موقع علي إكسبريس، ولكن احنا مش هنشرح طريقة التسجيل، لان طريقة التسجيل سهلة جدا، وكل التفاصيل دي تقدر توصل لها. ولكن مع التحديثات الحديثة لهذا الموقع بنتعرف النهاردة ازاي تاخد لينك الترويج. والمشكلة او الممكن تقع فيها وما تاخدش بالك منها او لا تلاحظها، ان مش كل المنتجات بتديلك كومنشن او بتديلك عمولة، لان في منتجات كتيرة ما بتديش لك عمولة، وبالتالي لابد انك تعرف هذه المنتجات علشان ما تضيعش تعبك ووقتك وجهدك في الفاضي. ده اللي هنشرحه، تابع الفيديو حتى النهاية. في البداية برحب بيك زي كل مرة، بدعوك الاشتراك، انزل اضغط لايك، اعمل شير، اشترك في قناتنا وما نطولش عليك. واول حاجة لو انت بتضغط على علي اكسبريس او موقع علي اكسبريس، ده موقع علي اكسبريس معروف للجميع، موقع علي اكسبريس. علشان توصل لبرنامج الافلييت او الاشتراك لابد انك تعمل اشتراك في الاثنين، يعني بتعمل اشتراك في علي اكسبريس او بتعمل اشتراك في بورتال علي اكسبريس اللي هو علي اكسبريس بورتالز. كويس. بعد ما بتشترك طبعا بتوصل لكلمة الافلييت دي اسفل هنا تحت، اللي هو ده الافلييت بروجرام. افلييت بروجرام بتضغط عليها، بيطلب منك الباسورد والايميل وبتكرره، بيجي لك رساله تفعيل بعد الموافقه، فبتفتح لك صفحه زي دي. لو شفت صفحه زي دي قدامك يبقى ده كده انت خلاص اتوافق على حضرتك وهتبدا تشتغل. طيب هتشتغل ازاي على علي اكسبريس وهتاخد المواقع او هتاخد المنتجات ولينك المنتجات ازاي؟ ده الموقع. اولا يجب او ينصح خبراء والمهتمين بالبيع بالعمولة انك تتخصص في شيء معين، تتخصص في شيء معين، يعني مش تروج لكل المنتجات، لا، شوف نوعية معينة من المنتجات، نوع معين او نوعية معينة متقاربة مع بعضها وتنتمي الى بعض، وبعدين تبدأ تروج له. لو انت بصيت هنا هتلاقي الكاتيجوريز او التقسيمات، وفي علي اكسبريس كتيره جدا. كويس. هتلاقي هنا الومن فاشون، يعني ملابس المراه. لو انت ضغطت عليها كده زي ما انت شايف كده بيظهر لك هنا عده اشياء. فانا علشان اتخصص ما اقدرش اتخصص في ملابس النساء فقط. ليه؟ لان تحتها بيندرج كثير جدا من الاشياء. كذلك لو انت رحت للملابس الرجاليه هتلاقي هنا الملابس الرجاليه فيها الهوت سيلز والبوتومز، وهتلاقي فيها الجياكار، وهتلاقي فيها الاكسسوارات، وهتلاقي فيها حاجات كتيره. فلابد انك تتخصص في جزء تكون بتفهم فيه او بتحبه او تقدر تروج ليه. فلو احنا مثلا خدنا على سبيل المثال ان احنا خدنا ويمنز كويس فاشون، وبعدين هنتخصص في الجزئيه اللي هي بتاعه الليجنز وسكيرتس والشورت والجينز والبانت اند كابنز، لو ضغطنا على بوتن هنلاقي دي المنتجات، دي المنتجات. طبعا المنتجات كتيرة جدا، دي الفساتين البنات فيها كل الاشياء اللي تهمك. هتبص كده على المنتج علشان تروج ليه او الصفحة دي، هعمل ايه او اول حاجة علشان اختار؟ بص كده هلاقي هنا في منتجات سعرها بيختلف، ده منتج سعره 9.55 دولار، ده 7 دولار، ده 20 دولار، ده 9 دولار، وهكذا. المتوقع او اللي انت تتوقعه ان المنتج اللي هيتباع ب7 دولار ده ممكن نسبة الكومنشن اللي هتجيلك بسيطة جدا او ممكن ما يكونش فيها كومنشن. فلو احنا عملنا فتحناها في صفحة تانية كده، تعال بص فوق كده هنشوف هل المنتج ده ليه كومنشن ولا ملوش كومنشن، يعني هل انت فعلا
لعمولة ولا لا. بص كده هتلاقي هنا البرودكت انفو اللي هي معلومات البرودكت، الكومنشن ريت خد بالك للكلام، كومنشن ريت صفر، كومنشن ريت صفر، اذا هذا المنتج لا يعطيك كومنشن، لا يعطيك بيع. انا باخد بقى المنتج ده واقعد اروج ليه، وبعدين اقول مفيش عموله بتجيني، المنتج ده اصلا ليس له عموله، ليس له ايه، مش كل المنتجات او كل المصانع بتديك او الشركات دي بتديك عموله. طيب لو احنا بقى على البنطلون مثلا الليجن دوت، وفتحنا هنا كده علشان نشوف هل المنتج ده ليه عموله او بيدي عموله او الشركه دي بتدي عموله، بيقول لك هنا الكومنشن ريت 9%. طب ال 9% دول هيجوا لك قد ايه؟ اهو استيميتد كومنشن بيجي لك من 1.87 دولار الى 2 دولار، الى 2 دولار. يبقى هذا المنتج اروج ليه، انا بدي لك مثال. يبقى عرفنا ان احنا اول نقطه هنا ان احنا نشوف هل المنتج ده بيدي عموله ولا ما بيديش عموله. طيب نيجي بقى لي، بما ان هذا المنتج بيدي عموله ازاي ناخد اللينك بتاع المنتج. لو هنا ضغطنا هنا جيت اللينك، يعني خد اللينك، عايز ايميج تحملها ولا ايميج، يعني الايميج صوره بلينك يعني فيها لينك الترويج، ولا عايز تكست. لو ضغطت على تكست هنا بيقول لك ادي اللينك اهو، تاخد انت اللينك ده كوبي كده، وبعدين اما بتروح تحطه في مكان ما تحطوش كده، هتختصره زي موقع زي بيتلي. ولو انت لحد الان لسه معايا في الفيديو هديلك موقع اجمل من بيتلي، هدية مني ليك، وهيقبله حتى على الفيسبوك. هذا موقع بيتلي والمشهور وكل الناس بتشرحه. بتحط هنا اللينك، هنا اللينك اهو كوبي وباص، وبعدين بتقول له شورتن، بيختصره لك، بتاخد انت بقى اللينك ده كده كوبي وبتبدا تروج ليه. طيب ايه هو بقى النقطه اللي بعد كده؟ انا خلاص عرفت اللينك لو انا خدته تكست. لو انت ضغطت على ايميج، عايزها سمول ولا عايزها ميديم ولا عايزها لارج، وادا الكوبي بتاع الصوره. لو انت عايز تحط الصوره دي في مقال في مدونة، فبتاخد دي كده وبتحطها في مقال او في مدونة على هيئة كود، على هيئة كود، ما بتنفعش دي لينك، يعني ما تنفعش تحط اللينك ده في تويتر او موقع الفيسبوك، لا لازم يبقى موجود داخل كومنت، داخل مقالة جوه مدونة او جوه موقع بيقبل فيه شفرة اللي هو اللينك ده او HTML، HTML. يبقى احنا هنا عرفنا ازاي بناخد اللينك سواء تكست او ايميج. طيب نيجي بقى للنقطة الاخيرة، لو انا عايز اخد صور من الموقع، خلاص اخد صور الموقع، هنزل هنا باخد طبعا اسم المنتج، كويس، عايز صور للمنتج ده، لو انا عملت كوبي وعملت له بقى سيف از، هيطلع لي على هيئة صفحة انترنت، هنزل تحت هشوف ادي الصور، ادي كل دي صور، هاخدها يا اما كوبي يا اما سيف از، هضغط على الصورة يا اما هاخدها كوبي يا اما احفظها سيف ايميج از في ملف وورد، ارفع الصور دي تاني، ادي كل الصور. في نقطة مهمة جدا لازم تعرفها، هل المنتج ده بيحقق مبيعات الى الان ولا لا؟ ده نقطة مهمة جدا، وما زلت بقول لك استمر معايا علشان تعرف موقع اختصار الروابط اللي محدش بيقول لك عليه. تعال ننزل كده تحت، ومعلش ما تستعجلش ولا تيأس، هوريك نقطة مهمة جدا في غاية الأهمية. دي ايه؟ ايوه من اول هنا كده، ده الناس اللي حطت اشترت المنتج وحطت ريت او قيمته. تعال بص كده على المنتج ده، اخر مره اتباع امتى؟ خد بص كده تاريخ 8 ابريل 21، يعني شهر 4 21 تم البيع، تم ايه البيع هنا في 21 مارس 21، يعني المنتج ده بيبيع
ده اخر ناس اشترت، اخر ناس اشترت. ده 8 ابريل 21، ده 29 ابريل 21. الساعة كمان جايبها لك كمان الساعة، وحاطط ريت او حاطط تقييم، لو انت خدته وترجمته هتعرف هو بيقول ايه. وهنا 4 مارس 21، شهر 4، يعني اذا المنتج ده بيبيع كتير. يبقى المنتج ده مناسب جدا لانني اروج له منتج بيحقق مبيعات، ما زال الناس بترغبه، وفي نفس الوقت له كومنشن، والكومنشن الى حد ما كويس جدا. طيب موقع شورت او بيتلي، علشان اختصر الرابط، انا عايز موقع تاني، ودي اخر حاجة هقول لك عليه. في موقع، هذا الموقع اسمه is.gd، احفظه لان مش هكتب لك اللينك تحت. هذا الموقع is.gd. الموقع ده بتحط هنا الرابط، تجيب كده الرابط، تعال نجيب الرابط تاني بتاع المنتج، تكست ادا كوبي، خلاص حطنا الموقع، هتحط هنا اللينك وهتقول له شورتن، طلع لك رابط مختصر اهو، اوله is.gd وبعدين الارقام الحروف دي. ده الموقع ده محدش يعرفه، وكثير من المواقع حتى موقع الفيسبوك بيقبله لانه ما يعرفوش، لانه متبرمج على مواقع بيعرفها. بكده اكون وصلت معاك لنهاية الفيديو ده، ياريت تكون عملت لنا لايك وعملت اشتراك وفعلت زر الاشعارات حتى يصلك كل جديد منا، ولكم كل الحب والتقدير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.